شاركت مملكة البحرين في مؤتمر رفع المستوى بشأن الأزمة الإنسانية الحاصلة في اليمن والمنعقد في العاصمة السويسرية جنيف. نعم، وقال السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوتشيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة إنه انطلاقا من موقف البحرين الثابت لدعم اليمن الشقيق، فقد وجه جلالة الملك المعظم ببناء مركز صحي خاص بوحدة القلب بكامل معداته، وكذلك استمرار التواصل والتنسيق بشأن تقديم الدعم الفني وتقديم الإغاثة الممكنة من خلال الدعم العاجل من المساعدات الإغاثية والطبية، مضيفا أن المملكة تؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والأجهزة المساندة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مشددا على دعم البحرين للمساعي التي يقوم بها مبعوث الأمين العام إلى اليمن لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل. هذا وأشاد السفير بالجهود المخلصة والمتواصلة التي تبذلها السعودية الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام على الأراضي اليمنية.